والسلام عليكم. ما بعرف اذا هي خيبة امل او نجاح. خيبة امل من ناحية السعر ونجاح من ناحية الاداء، لانه الجيل الجديد من AMD Zen 3 شاف النور وتحولت كل الاشاعات لحقائق. ملخص حدث AMD نتج عن اصدار 4 معالجات جديدة مقسومة لفئتين بس، الفئة العليا والفئة المتوسطة. الفئة الاقتصادية هيدي ما حدا شاف سيرتها وما حدا ذكرها. ما بعرف اذا حيرجع يطلق لقلها شيء معالجات بالمستقبل، بس للوقت الحالي ما حدا حكى عنها شيء. المعالج اللي حل محل رايزن 9 3950X معروف، يعني هو ال 5950 ب 16 نواة و 32 مسار وسرعة 3.4 جيجا و 32 امبي كاش وطاقة 105 واط، بينما الرايزن 9 5900X ب 12 نواة و 24 مسار وسرعة 3.7 وبوست 4.8 70 كاش وكمان طاقة 105. اما بالفئة المتوسطة كان في عنا الرايزن 7 5800X ب 8 انوية و 16 مسار 36 امبي كاش وطاقة كمان 105 وات. واخر معالج اللي هو كان الرايزن 5 5600X ب 6 انوية و 12 مسار و 35 امبي كاش و 65 وات طاقة. هلا من ناحية المعالجات وعلى حسب ما صرحوا بالحدث او بالمؤتمر يلي صار، انه بتقدم 26% كفاءات اعلى بالاي بي سي اللي هو سرعة معالجة العمليات الحسابية. وللي ما بيعرف شو هو الاي بي سي، باختصار انا حخبرك. معالجات زن 2 كانت مبنية على مساحتين كاش ليفل 3 لكل عدد انوية، وكانت المعلومات تتأخر حتى تتعالج بحكم انه بصير في فراغات بين اخذ المعلومات من اول كاش ومن تاني كاش، وهيدي العملية كانت تتسمى بالليتنسي، يعني اللي هي تأخير معالجة المعلومات اللي عم تفوت على المعالج او على الكاش. بس بالنسبة للزن 3 مبنية على اساس مساحة واحدة من الكاش ليفل 3، والطلب بيتحضر من الرام وبيدخل على الكاش وبيتعالج بكامل طاقة الكاش، وبنفس الوقت بكون الطلب الثاني كمان عمال يتحضر من الرام، وهيك بتكون العملية اسرع على حسب ما صرحوا ب 26% قبل. ولا مقارنة بمعالجات انتل، معالج ال 5900X اعطى نتيجة اعلى بمعظم الالعاب على دقة 1080 اللي هي HD، والنتيجة كانت ملحوظة صراحة والفرق كان واضح. هلا ليش بيعملوا الاختبارات على دقة 1080؟ عشان بكون عمال يعطي طاقات اكبر، يعني من ناحية عدد الفريمات ومن ناحية الصورة ومن ناحية كل معالجة المعلومات، لانه بتكون اسرع على عدد فريمات اكتر، فبكون عمال يختبروا المعالج بطاقة اكبر من لما يختبروه على ال 4K او على ال 2K. اما مقارنة بالزان 2 اللي هو الجيل الحالي يلي نحن عمال نستعمله بالوقت الحالي، قدم معالج ال 5900X نتيجة اعلى 28% بمعظم الالعاب اللي هو بعدد اطارات بالثانية. بس هيدي النتيجة خلت AMD تطمع وتزود على اسعار كل معالج $50 عن الجيل اللي قبل، يعني اللي هو الزان 2 اللي نحن فيه. وبعد ما كان الرايزن 9 3950 سعره $749، يعني اللي هو اساسا غالي لانه كان بكفاءات عالية، صار ال 5950X بسعر $799، وال 5900 صار ب $549، اما ال 5800X وال 5600 صاروا ب $449 وب $299. يعني اللي فينا نستنجه لهلا انه ارخص كرت من الجيل الجديد من رايزن 4000 او اللي هو عفوا رايزن 5000 حيكون سعره $299 بدل ما كان عنا نحن الرايزن 5 اللي هو بنفس الطبقة او بنفس عدد الانوية وبنفس عدد المسارات كان سعره $249. يعني هيك بكونوا كل المعالجات بدون استثناء زادوا $50. هلا شوفوا حركة زيادة الاسعار ذكية من AMD، مفكرين هن وعارفين شو العمال يعملوا، بس كانت كمان بالمقابل وسخة بالنسبة للمستهلك اللي هو انا وانت، نحن اللي عمال نستعمل هدول المعالجات. لان بزيادة هيدا $50 وغياب معالج الطبقة الاقتصادية الرايزن 3، قدرت AMD تجمع بين الجيلين وما تقتل ولا جيل على حساب الثاني، يعني ما يموت الزن 2 من بعد ما يصدر الزن 3. يعني بمعنى اصح صار في خريطة معالجات AMD جديدة بتبلش من الرايزن 3 2200G بسعر $100 لتوصل للرايزن 9 5950 بسعر $800، وكل شخص على قد بساطه بمد اجريه. يعني الاكيد منه ولا فينا خبرك ايه هلا انه اذا عندك معالجات بالجيل الحالي طبطب عليهم وخليهم بحضنك، يعني هدول الرايزن 3 والرايزن 5 وهدول الامور اللي كانت موجودة وقعد فرد فيهم وخليهم بالحفظ والصون، لانه مستحيل تنزل اسعار معالجات الرايزن 2 ولا دولار، حيبقوا كلياتهم على نفس الاسعار. اما بالنسبة لتوافق المعالج الجديد الرايزن 5000 مع اللوحات الحالية حتكون تمام وكل شيء مزبوط وما حيكون في عندك ولا اي مشاكل الا شروط بسيطة، لان السوكت والتشيبسات ممتازين نفسهم هن ذاتهم ما غيروا فيهم شيء.
وبس اداء المعالجات هو اللي اختلف. يعني لوحات البي 550 والاكس 570 حتكون تمام وما فيها اي مشاكل، اما لوحات البي 450 والاكس 470 حتمشي، بس حيكون بده على ما اظن تطوير للبيوس. اما بالنسبه للوحات 300 يستحسن انه تبعد عنها، لانه المعالجات الجديده الرايزن 5000 متطلباتها كثير من الطاقه، والكفاءات اللي حتعطيها حتكون عاليه شوي على مادر بورد او على لوحه ام من فئه 300. يعني هي بشكل عام كمان معروف وما بدنا يعني كثير نفكر فيها، لانه كل ما ترفع من قيمه المعالج، يعني لما تدفع انت على معالج ب $800 حتاثر معك انك تجيب لوحه ام حقها $300 و $400؟ اكيد لا. وهي هيك كمان بالمنطق، انه كل ما ترفع من قيمه المعالج بدك لوحه ام تقدر تتوافق على متطلبات هذا المعالج، كل ما توطي من سعر تصير بالمتوسط في عندك لوحات بالفئة المتوسطة، وكل ما تنزل على الفئة الاقتصادية كمان في عندك لوحات بالفئة الاقتصادية، نسبة وتناسب. واخر شيء تاريخ الاصدار اللي هو مقرر بخمسة نوفمبر، يعني تقريبا بعد شهر، واي ام دي ما عندها حركات انفيديا والتأخير ويلا نحن بدنا نصدر بس ما في تصنيع وهدول الامور، لا، لانه حيكون بالاسواق جاهز للبيع بهذا التاريخ اللي هو 5 نوفمبر، يعني يمكن بعد شهر من هلا. واكيد اول ما يصدر بتمنى تكون انفيديا كمان حنت علينا ونزلت لنا 3080 بالاسواق، لانه خلص بقى صرت مشتاق اعمل تجميع رواد الفضاء ونختبر المعالج والكرت على معظم الالعاب، وخاصه بالنسبه لالي بدي اختبر هذا المعالج والكرت الجديد على الريندر او على الادوبي بريمير عشان اشوف شو نتيجه ال4K، لانه هلا الكمبيوتر اللي عندي معذبني كتير يا جماعه. ومن هون لوقتك كل المطلوب منك انه تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. واكيد صرتوا عارفين انتوا، اذا عندك اي سؤال او استفسار مواقع التواصل موجوده قدامك على الشاشه، ورابط الديسكورد موجود بصندوق الوصف تحت. ولهون بتكون خلصت حلقه اليوم، والسلام عليكم.